أكتر من كده بقول حاجة تانية، عناية الله بتستخدم الألم لإنضاج شخصياتنا. حصل معايا بصدق أقول حصل معايا، الرب يسمح أدخل في أزمات، ما في أزمة إلا والرب بيباركني من خلالها وينضج في شخصيتي ويكبر فيا روحيا وفي ثقتي بيه وتسليمي ليه واتكالي عليه، وأكون أمام يسوع بقول بصدق قدام أخويا الاستنزار غير الأول تماما. هل أنا يا عزت بتاع من 10 سنين؟ أبدا أبدا. إيه اللي حصل؟ الرب استخدم ظروف وآلام وأنضجت في الشخصية، وأنا بشكر ربنا. من الآيات الجميلة اللي قالها داود، قال قبل أن أذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. في مزمور 119، خير لي إني تذللت لكي أتعلم فرائضك. عجبتني الآية جدا. يعني أتاري الألم جه عشان ينضج في شخصيتي، وبيسقل في حياة الإنسان، وبالضبط يسقل في شخصيتي إلى آخره. وكتير يعني طبعا ما ننكرش إن الألم ممكن يجي ياخد واحد بعيد أو يقربني لربنا. المهم رد فعلي أنا إيه. ما مرات ناس بيجي لها الألم وتكفر بربنا، لكن ممكن يكون رد الفعل إيجابي وفعلا يعني بيختلف الأمر.